قبل أيام ليست بطويلة أتى لي بعض الإخوة برجل فقالوا إن عنده كلام غريب نريد أن تسمعه منه. فقلت نعم. فبدأ الرجل يتحدث وعمره يقارب 60 سنة. فمن ضمن كلامه الذي قاله لي قال إن الوحي ينزل علي وإن نورا دخل في جوفي وإني مأمور بإبلاغ الجن والإنس وكلاما من هذا القبيل. فأخذت أستمع إليه حتى انتهى من حديثه فقلت له استمعت إليك فاستمع إلي. قال نعم. قلت له ينبغي أن تعلم أن الوحي نوعان، الوحي الذي يتنزل على الناس نوعان، عليك أن تفهم ذلك جيدا. أما الوحي الأول فهو الوحي الذي يتنزل من السماء بكلام الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قلت له وهذا النوع من الوحي انقطع وانتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا وحي ينزل من السماء على أحد بعد موته مثل ما مر معنا في قولي في قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في زيارته لأم أيمن وقولها رضي الله عنها ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع. قلت له فهذا النوع انتهى من الوحي. والنوع الثاني من الوحي هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. قلت هذا النوع لم ينقطع وهو باقي ومستمر. والوحي الذي تذكر أنه ينزل عليه قطعا ليس من النوع الأول لأن النوع الأول من الوحي انتهى. قلت والذي أنصحك به أن تتقي الله عز وجل وأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وأن تقبل على طاعة الله عز وجل وإياك أن يعبد الشيطان عدو الله وعدو المؤمنين بعقلك وفكرك بمثل هذه الخزعبلات والأباطيل التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان.